عرض فن الإنشاد الشعري للقصائد اليابانية التقليدية لأول مرة في اليابان في منتصف القرن السابع الميلادي، وذلك خلال حقبة تعرف باسم حركة الإصلاح السياسي تايكا. وبالتوازي مع التغير السياسي في اليابان في تلك الفترة، ولدت ونشأت فنون ومهارات فنية وثقافية مختلفة انبثقت من ترجمة الشعر الصيني المعروف باسم كانشي إلى نصوص شعرية يابانية تعرف باسم شعر الواكا الياباني. وفي سياق هذا التحول الثقافي ولد فن الإنشاد الشعري للقصائد اليابانية. 7世紀の中頃、日本では大化の改新という天皇を中心とした政治体制を目指す改革が行われました。そしてこの改革と同時期に様々な文化芸能も生まれたのです。日本に古くからあった和歌の吟詠並びに中国から伝来した漢詩を日本風に訳して英ずる吟詠も今からおよそ1300年前のこの時期に誕生したと言われております。 وفي القرن الرابع عشر الميلادي ظهرت اتجاهات فنية بين كهنة المعابد الدينية والعلماء ومحاربي الساموراي تهتم وتكتب الشعر الصيني كانشي. ومنذ تلك الفترة تطور فن الإنشاد الشعري الياباني لنصوص الشعر الصيني وأصبحت محورا أساسيا في الفنون التراثية اليابانية. ومع ذلك ومن خلال التطور الطبيعي لهذا الفن والمجهودات الذاتية للقائمين عليه تضافرت جهود تطوير مخارج الصوت والنغمات، كما تطورت فنون الموسيقى التقليدية اليابانية. وفي منتصف القرن العشرين أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تحولت اليابان إلى دولة داعية للسلام في العالم ساعية نحو هذا الهدف الأسمى. ومع هذا التطور السياسي بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت مادة فنية جديدة في مجال الشعر، وظهر الشعر الياباني الحديث بجانب قصائد الشعر الياباني التقليدية المعروفة باسم الواكا. وفي سياق هذا التطور ازدادت شعبية الفنون التراثية اليابانية بين مختلف طبقات المجتمع الياباني من الرجال والنساء والشباب وكبار السن، كما تطورت هذه الفنون كفن شعبي يتغنى به الشعراء ويعبروا من خلاله عن روح الشعب الياباني أو نيهون نو كوكورو. さらに14世紀には僧侶や学者、武士などの間で自ら漢詩を作り吟じることが盛んになり、この頃から漢詩の吟詠が主として広まり発展してきたのです。その伝承の過程で発声や説教などに多くの工夫が加えられ邦楽芸能として成長してまいりました。また14世紀第二次世界大戦終結以降、日本が建国の精神に立脚し真の平和国家を目指して再出発してからは漢詩や和歌の他にも近代詩も題材に加えられ、より一層芸術性が向上し、それとともに幅広い層の人々によって親しまれるようになりました。そして今日吟詠は日本の心を歌う国民の芸術として認知されております。هذا وقد تم الإعداد لبرنامج اليوم من العروض الفنية التراثية اليابانية بشكل جديد يتواكب مع ذكرى مرور 150 عاما على بدء علاقات الصداقة المصرية اليابانية. ويتضمن البرنامج الفني للعروض أشعار وقصائد التهاني بالإضافة إلى قصائد ذكريات الماضي بل والحنين إلى مصر، وهي قصائد كتبها الشاعر الياباني شيونويا ستسوزان الذي زار مصر منذ قبل 100 عام وكتب هذه القصائد التي تعبر عن الشغف والولع الياباني التقليدي بمصر والمستمر حتى الآن من قبل الشعب الياباني. وكذا يتضمن البرنامج قصائد تعبر عن روح اليابان والشعب الياباني وقصائد تعبر عن تغير الفصول اليابانية الأربع على مدار العام. 今回の番組は
日本エジプト友好150周年を記念して組織された日本からの法エジプト議員権支部道使節団が講演するために新しく企画され構成されたものでございます。日本エジプト友好150周年を祝して財団法人日本議員権支部振興会による祝賀の詩から始まり、企画番組に日本の心と日本の詩へと続きます。中でもエジプト解雇という漢詩は100年前にエジプトに訪問した日本人作家塩野谷節団による作品です。日本人がいかにエジプトに思いを寄せているかがご理解いただけると存じます。美しい日本の風景精神を銀剣支部で表現した舞台をどうぞごゆっくりとご鑑賞いただきたいと存じます。على مدى التاريخ الطويل للشعب الياباني تميز اليابانيون بحب جارف للطبيعة ما زال موجودا وحاضرا بقوة حتى يومنا هذا والآن مع العهد Thank you.
三角領は荒れて تعمل مؤسسة جينكينشو للفنون التراثية اليابانية على الاستمرار في الحفاظ على الروح اليابانية الأصيلة المحبة للطبيعة، وذلك كأحد الأهداف السامية للمؤسسة الثقافية اليابانية. هذا الحب الجارف لمظاهر الطبيعة والذي تميز به اليابانيون على مدى تاريخهم الطويل ما زال حاضرا بقوة حتى يومنا الحالي. そして気高い日本人の精神は日本の心として長い歴史を得た今日私たちにも受け継がれております。財団法人日本銀建支部振興会企画の銀建支部は、日本の文化そして歴史を作ってきた日本の精神の真髄に触れる日本の心から幕を開けます。
かせん。
ويسعدنا الآن تقديم فرقة باليه القاهرة والتي ستقدم 4 رقصات على النحو التالي: الرقصة الأولى هي الرقصة الفرعونية، والثانية بعنوان إسكندراني، والثالثة بعنوان موشح، والرابعة والأخيرة بعنوان زار. カイロバレエカンパニーが4つの演目をご披露してくださいます。1つ目は古代エジプト王朝、2つ目はアレキサンドリア、3つ目は古代アラビア音楽、そして4つ目はエジプトの祈祷でございます。それではカイロバレエカンパニーの皆様、よろしくお願いいたします。